عايز اقول لحضرتك ان في بعض الاحيان اصحاب الهمم بيتفوقوا على الاسوياء في كتير من الاحيان. ليه؟ لانه بيبقى صاحب اراده فولاذيه، لانه بيعوم ضد التيار وارادته بتدفعه للامام. اتصور ان اللاعب الاولمبي العادي السوي يعني اللي ما عندوش اي نوع من انواع الاعاقات ما بيبقاش عنده العزيمه دي. فرؤية ان حضرتك عايز تدمجهم رياضيا في المجتمع ويبقى عندي بدل ما يبقى عندي قاعده 1000 لاعب، لا انا يبقى عندي 3 و 4000 لاعب، بدل ما اجيب 15 ميداليه، لا ليه لا لما اخد رقم واحد، رقم واحد في العالم، ليه ما يبقاش طموحنا كده؟ ده اللي احنا شغالين عليه. يعني طبعا احنا برضو من ضمن الحاجات المهمه اللي هي دوره باريس 2024، واحنا بس الوقت ضيق يا كابتن. الوقت ضيق جدا. وعشان كده احنا يعني قلنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نبتدي نشتغل عليها فورا اللي هو الرياضات اللي هتخش الدوره البارالمبيه، نظام التاهيل، المعسكرات، ازاي مقاومات اللي احنا نوفر مقاومات النجاح بالنسبه لكل لعبه من اللعبات المختلفه، التعاون مع الاتحادات المختلفه في انهم النهارده يبتدوا نفكر ازاي هيأهلوا اللاعبين، ازاي تدريبهم هيبقى شكله ايه، الرعايه هتبقى شكلها ايه، كل ده احنا حاطينه في يعني. يا دكتور اكبر دليل على كده ان انت حضرتك توليت المسؤوليه يوم الاحد تاني يوم على طول رحت لرفع الاثقال، رحت المنتخب رفع الاثقال اللي هو يعني المنتخب الاساسي عندنا في تحقيق الميداليات. فده انت بتدي رساله يا جماعه انا جاي اشتغل. دي حقيقه. والنهارده احنا كنا في زياره للمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو في اتحاد التايكوندو عشان هو دول بره تايكوندو وجايبين ميداليتين في دوره طوكيو. فاحنا برضو من ضمن حاجات ده النهارده رفع حضرتك النهارده مع ابطالنا رفع الاثقال. ده كان فين يا كابتن؟ ده في المركز الاولمبي في المعادي. المركز الاولمبي في المعادي. بس المركز الاولمبي في المعادي بقى حاجه 5 نجوم، انا ما حضرتوش كده بصراحه دكتور. لا اتغير خالص. طيب وهنا الصور هنا يا دكتور، ده برضو ده استكمال اللقاء في المركز الاولمبي. كل دي زياره واحده. كان في رفع الاثقال. اللعيبه اتكلموا معاك في ايه؟ شكوتهم كانت ايه اللعيبه كده؟ طبعا اللعيبه بيدوروا على اول حاجه احنا من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها يعني جاب انه ما فيش مثلا كشف طبي على اللاعبين قبل ما يخشوا، يعني النهارده انت لازم بيعمل حاجه اسمها سكريننج يعني ميديكال سكريننج على اللعيبه قبل ما يدخل، نشوف اذا كان هو يصلح ما يصلحش، عنده اصابه، عنده انيميا، عنده اي حاجه. طبعا كشف طبي دوري. فده للاسف ما كانش موجود، فعملنا حاجه اسمها قلنا هنبتدي نعمل لهم سكريننج ميديكال سكريننج ونعمل لكل اللعيب فايل خلاص طبي. ده هيبقى بيريودك مش مرتبط بدوره قبل دوره، لا ده بقى كل فتره بتعمله ليهم. ده هنعمله على طول. وبعدين الحاجه الثانيه الرعايه الصحيه بتاعتهم يعني محدوده، فالفتره دي بان هنعمل لهم حاجه اسمها ميديكال انشورنس او تامين طبي عليهم، علشان النهارده لو بعد شهر وبعيد حصل اي حاجه يقدر يبقى عنده نتورك من العيادات والمستشفيات يقدر يروحها، ما هوش محدد بحاجه محدده، حتى لو هو في مروح بيتهم وبعد الشهر حصل حاجه يقدر. محتاج تمويل يا دكتور يعني ان شاء يعني كل حاجه بص موضوع الميديكال انشورنس اللي حضرتك بتتكلم عليه ده حاجه عظيمه جدا ودورها كبير، ربنا بجد يوفقك تعملها ان شاء الله. احنا يعني كنا عاملينها زمان في لندن قبل لندن كمان يعني انت عملناها قبل لندن وبعدين للاسف برضو وقفت المشروع توقف. فاحنا هنرجع تاني نعملها لانها من الحاجات ان اللاعب يبقى حاسس انه سكيورد يعني متامن لو حصل له حاجه في اي وقت يروح. فدي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي لازم احنا بنعمل حاجه اسمها بنستثمر في المورد البشري. المورد البشري بتاعي هو اللاعب اللي هو بيجيب لي الميداليه، لازم انا النهارده اوفر له كل المقومات استثمر فيه واوفر له كل المقومات سواء الصحيه النفسيه التدريب الاجهزه الادوات كل حاجه.